بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في درس مادة الرياضيات. عنوان الدرس متوازي الأضلاع المستطيل المعين المربع باراليلوغرام ريكتانجل كاري لوزانج. الهدف من هذا الدرس هو أن يتعرف المتعلم مختلف الرباعيات ومتوازيات الأضلاع ويسميها، وأن يصنف خاصيات كل الرباعيات متوازي الأضلاع المستطيل المعين والمربع، وأن ينشئ مضلعات الرباعية متوازي الأضلاع المستطيل المعين والمربع. إذا على بركة الله، التمرين الأول ألاحظ الرباعيات ثم أكمل. ألاحظ الرباعيات ثم أكمل الجدول بوضع العلامة في الخانة المناسبة. إذا هنا لدي رباعيات كلها تحتوي على أربعة أضلاع. إذا اسم الشكل، إذا اسم هذا الشكل بالطبع فهو رباعي أضلاع. هذا اسمه متوازي الأضلاع، وهذا الشكل اسمه المربع، هذا الشكل هو مستطيل، هذا الشكل معين. إذا لاحظنا هذا الشكل فكل ضلعين، هل كل ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيان؟ بالطبع لا، إذا في هذا الشكل كل ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيان، سنضع العلامة. إذا في المربع كل ضلعين متقابلين فيه متقايسين ومتوازيان. إذا لاحظنا هذا الضلع يقايس هذا الضلع، وهذا يقايس هذا الضلع، إذا فهو متوازيان كذلك، يعني كل ضلعين متقابلين فيه متقايسين ومتوازيان. مستطيل كذلك، إذا هذا الضلع يقايس هذا الضلع، وهذا الضلع يقايس هذا الضلع، ومتوازيان. ثم كذلك المعين، إذا كل ضلعين متقابلين فيه متقايسان ومتوازيان. إذا المربع له أربعة أضلاع متقايسة، إذا بالطبع المربع له أربعة أضلاع، الضلع الأول الثاني الثالث الرابع. نفس الشيء بالنسبة للمعين، نضع على مدلهم أربعة أضلاع متقايسة. قطران لهما نفس المتصرف، هذا الشكل يسمى القطران. إذا قطران، إذا هذا القطران مثلا في متوازي الأضلاع، إذا لهما نفس المنتصف، إذا منتصف هذا القطر هو يلتقيان في هذه النقطة. نعم، إذا نضع علامة هنا. نفس الشيء بالنسبة للمربع، فقطره لهما نفس المنتصف. لاحظت هذه المسافة تقيس هذه المسافة، وهذه المسافة تقيس هذه المسافة، وقطران يلتقيان في النقطة، في هذه النقطة في المنتصف. نفس الشيء بالنسبة للمستطيل، وكذلك بالنسبة للمعين، إذا قطران لهما نفس المنتصف. قطران متعامدان، إذا القطران المتعامدان في المربع كذلك المعين، قطران متعامدان يعني يشكلان زاوية قائمة. إذا قطران يشكلان زاوية قائمة، نضع علامة هنا. قطران متقايسان في المربع وكذلك في المستطيل، إذا قطراه لهما قطران متقايسان، إذا هذا القطر يقايس هذا القطر، وهذا القطر متقايس مع هذا القطر. ثانيا
استعين بالجدول وأكمل الجملة التالية في نفسها. إذا ممكن أن نستعين بالجدول، ممكن أن نكتب أو نزيد خاصيات أخرى. نعم، المتوازي الأضلاع مضلع رباعي، كيف هو؟ إذا كل ضلعين، يمكن أن نقول أن كل ضلعين متقابلان فيه متوازيان وقطره لهما نفس المنتصف، أو نقول بأن كل ضلعين متقابلين متقايسان ومتوازيان والقطران لهما نفس المنتصف، نفس الخاصية. بالنسبة للمعين، معين مضلع رباعي، إذن هذا هو المعين، هذا هو المعين، معين مضلع رباعي، أضلاعه متقايسة، يمكن أن نكتب أن أضلاعه متقايسة والزوايا الأربع غير قائمة. إذا الأضلاع ديالهم هذا كلهم متقايسين، هذا وهذا وهذا، الزوايا الأربع غير قائمة، لأن لا يشكل الزوايا ديالهم، ما كيشكلوش زاوية قائمة، واضح. ولا نقول أن كل ضلعين متقابلين متقايسين متوازيان، أربعة أضلاع متقايسة، قطران لهما نفس المنتصف، وكذلك قطران متعامدان، ممكن نزيد هذه الخاصية تاعهم. مربع، الآن المربع مضلع رباعي، المربع مضلع رباعي، كيف هو؟ أضلاعه متقايسة، زواياه الأربع قائمة، المضلع الرباعي أضلاعه متقايسة، لجميع الأضلاع فهي متقايسة للمربع، الزوايا الأربع ديالو، الزاوية الأولى، الثانية رسمهم، ده الزوايا الأربع، الزاوية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. إذا الزوايا ديال الأربع فهي قائمة، إذا تشكل زاوية قائمة، ويمكن كذلك أن نكتب أن كل ضلعين متقابلين متقايسان، أربعة أضلاع متقايسة، القطران لهما نفس المنتصف، قطران متعامدان، القطران متقايسان، القطران متقايسان. أثبت تعلماتي، إذن شكل متوازي الأضلاع، شكل متوازي، هذا هو شكل متوازي الأضلاع، تعريفه كل ضلعين متقابلين في متوازيان قطره لهما نفس المنتصف. بالنسبة لشكل المستطيل فهو متوازي أضلاع، زواياه الأربع قائمة، والقطران متقايسان، زواياه الأربع قائمة، القطران متقايسان. بالنسبة لشكل المربع فهو متوازي أضلاع، أضلاعه متقايسة، زواياه الأربع قائمة، زواياه الأربع قائمة. المعين، بالنسبة لشكل المعين فهو متوازي أضلاع، أضلاعه متقايسة، الزوايا الأربع غير قائمة. لنكون قد أنهينا حصة هذا اليوم، وإلى درس جديد بحول الله. شكرا على حسن إصغائكم.